وكيقدروا يثبتوا هذاك الفورصادات اللي عندهم في الوزاره الوصيه ديالو بان راهم عندهم القرار ديال التحويج، وبالتالي غيمشيو للاقتناء. اما هما عندهم بحال اللي عندنا مع الغرفه الفلاحيه، حنا عطيناهم الارض، كنا عطيناهم الارض وهم اللجنه تفوت وخلصونا. الغرفه الفلاحيه كانت تخلصونا في القطعه الارضيه لا اعتقد واحد 500,000 درهم، كيظهر لي تفوت ماشي مجاني، راه عاد تبع المسطره هما باغيين زعما هذيك القرار باش يحسنوا ديك المرصودات الماليه في الوزاره الوصيه.